رجل يا شيخ طاف طواف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه إلا عندما قدم إلى بلده أو أثناء الطريق، ثم خلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل مرة، يعني لبس ثيابه مرة أخرى. لماذا؟ لماذا؟ ما تذكر، نسي. نسي. نعم. لا أرجو إن شاء الله الآن لا شيء عليه. لأن المشكلة الآن قد طاف طواف الوداع. نعم طاف وتذكر أثناء الطريق. أرجو أن لا يكون عليه شيء. لا ما طاف يا شيخ، لأنه طاف سعى ثم خرج على طول. إيه؟ ما طاف. إيه الحمد لله أشهر هذه أهون. حلق بعدين. حلق أثناء الطريق وهو في الطريق. لا بس. نعم.